ده انا بعمل لكم شويه اكل يا زياد تحلفوا بيه، شاورما فراخ، انما ايه، بص على منظر التتبيله، نقلب ونسيبه شويه. خلي بالك انا نفسي في الاكل احسن من امك. ايه؟ لا عادي عشان الجيران بقى. احنا بقى هنعمل ايه وصفه السجق دي؟ خل الزيت في المقلاه واضف البصل المفروم الى الزيت انا السخن. يعني ثواني بس، واحده واحده، انت بتكلمني باللغه العربيه الفصحى ليه؟ ما تقول سخن الزيت. اسخن الزيت قد ايه زيت؟ نحط ايه شويه البصل الاول صح؟ لا لما يتحول لونه الذهبي. ليه تحول ايه؟ لونه ذهبي. بابا هو لو الناس عايزه تتحمل التطبيق ده هتلاقيه فين؟ هسيب لهم اللينك تحت. عايز تاكل ايه يا ساجد؟ طف. ايه؟ طف. كفته؟ مش عارف ليه امك بتتحول لما بخش اعمل اكل، بتغير مني عشان بعمل اكل حلو. النظافه. النظافه ايه؟ جوانتيات اهو، جوانتيات. اعمل ايه تاني؟ هو غسل البتاع بالصابون. هنحط بقى السجق لوحده كده يشمع، وبعد كده نحط عليه ايه الخلطه بتاعت اللي احنا لسه عاملينها كده. تشوح يا شيف صح؟ حلوه شيف دي. انا حلوه شيف، انا عايزك من هنا وراح تقول لي شيف. ماشي، يبقى اقول له قدام امك شيف. وانت اهو ماشي، بص شيف ولا مش شيف؟ شيف الشربيني ده كان صديق الطفوله معايا، كنا انا وهو على طول كنا بنفترع في اكل، بس بقى النصيب والرزق انت عارف يعني. الخلطة. بس يا جماعه ده ابويا اللي بطبل على طول. الريحه بدات تطلع شويه. ما انا عارف تقريبا في حاجه ربت تتحرق. لا استنى. هبهركو هبهركو. طب حته صغيره مش هتستطعم. لا كده مظبوط. السلطه. تعلموا بقى، تعلموا من الشيف ابو زيزو. السر في النفس. الله عليك. ده مقاطعة؟ لا. اهم حاجة ما بقاش مقاطعة، نحط حتتين كده. هو كان المفروض نحط شاورما بس ماشي. ما جاش النصيح. ماشي. دوق كده. بس كان جامد بصراحة. بامانه حلو. بامانه حلو. يعني ده انت جوه تقول حلو. طب والله العظيم جميل جدا. ده بقى السجق، بس مش عارف ماما معبيه كده ليه، بتعاقبنا ولا ايه؟ السجق بجد يا جماعه جامد جدا، جامد جامد جامد. ده يا جماعه ابلكيشن عليه كل وصفات الاكل، غدا، عشاء، اكلات خفيفه، اكلات جديده، كل حاجه هتلاقوها على التطبيق ده، مشروبات، حلويات. هسيب لكم اللينك في التعليقات تحت.